وبشرفنا كمان حضور رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ أيضا قناة رؤيا سيد ميشيل الصايغ أبو فايق. صباح الورد. أنا يسعد صباحك. يعني هاي مفاجأة لا على البال ولا على الخاطر. والله أنا ما قدرتش أضلني قاعد في البيت والأخ الكبير أبو زياد ضيف عندنا هنا يعني. طول عمرك. عموما هاي هي روح حلوة يا دنيا. يعني أنا صحيح خسرت ربع ساعة الطريق على الاستماع لحديث أبو زياد، وخاصة كانت أم زياد يعني كمان حديثها حقيقة أنه على الصبح كلام حلو ورائع يعني. أهلا وسهلا فيك. هذا اللي بيميز دائما. كنا نحكي عن حلوة يا دنيا وكل مجموعة الصايغ وخاصة قناة رؤية اللي احنا معاها ومنلبس هاي الروح العائلية. رئيس مجلس الإدارة الآن معانا مشكور. احنا آسفين ما خبرناك. هاي بعدين هاي بعدين الحسابة بعدين ما حكينا عنه من قبل. لأنه أنا الحقيقة كنت في ضيافة أخونا أبو زياد الأسبوع الماضي وترجيته على هذا اللقاء. نعم. لأنه يعني المعلومات اللي عنده وتاريخه يعني بهمنا جدا أنه يقدمه للجمهور الأردني يعني. نعم. أكيد. وحتى بتصور تكون مقدمة للقاء مع معظم المؤرخين الأردنيين يعني كمان. نعم. 100% بشرفنا. عددهم يعني كبار وكل واحد في اتجاهه يعني عنده. شكرا يا أبو فايق. لينا بزيادة. يعني احنا كمان اليوم هالحلقة مليئة بالاستثناءات. رح ناخد اتصال هاتفي عادة بحلوة يا دنيا. احنا نتواصل معكم عن طريق فيسبوك وتويتر، ولكن اليوم استثنائيا رح تكون معنا نعمة الفانك. ست نعمة الفانك معنا على الهواء مباشرة. هلو. أو السيد نعمة. أو السيد نعمة. أنا مش السيد نعمة. السيد نعمة معنا على الهواء. هلو. بنسمعه. ألو. ألو. حلوة يا دنيا صباح الخير. أوكي. انقطع الاتصال. عموما بانتظار الاتصال. نجرب كمان مرة. بأي وقت بتحكينا احنا رح نكون جاهزين لنسمع هالمداخلة الشيقة. وكمان نوجه تحية لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا على أبو زياد الدكتور رؤوف، أيضا أكيد على سيد ميشيل الصايغ على فيسبوك وعلى تويتر. نعم. سيد ميشيل، أنت حكيت أنه صداقة قديمة ومعرفة قديمة عشرات السنين. نعم. مع دكتور رؤوف. يعني يمكن بدأت علاقتي مع أبو زياد بال1969، وأنا كنت وقتها طالب في الجامعة وأسست مصانع الدهانات الوطنية. نعم. والحقيقة كان لنا تعامل في مجال التأمين معهم، وشاءت الظروف والحظ أنه يدخل شريك معنا في الدهانات ناشونال عام 74. ويعني تعلمت من خبراته يعني، وهو من أوائل الأردنيين اللي درسوا في الجامعات وأوائل الأردنيين اللي عمل في الصناعة والتجارة. نعم. فالحقيقة استفدنا كثير من خبراته في هذاك الوقت، وأنا لساتني كنت مبتدئ في الصناعة، وتشاركنا مدة طويلة وتشاركنا في الحياة الاجتماعية والخدمة العامة كل هذه المدة إلى الآن، وفي خدمة القضية الأرثوذكسية بصورة خاصة يعني في معيته، وهو مقاتل طبعا صلب وذو موقف في هذا المجال. أكيد. وهو الحديث عن أو لو أنه مش مجالنا الحديث عن تعريب الكنيسة الأرثوذكسية وإخراجها. نعم. من هيمنة الاحتلال اليوناني اللي له 500 سنة على رقبة هذه الكنيسة. وهذا التاريخ. عم أبو فايق ما بزبط نقعد مع العم أبو زياد وما نجيب موضوع القضية الأرثوذكسية. طبعاً هي بتيجي لأن قضية قومية. أولى قضية قومية. قومية. نعم. تهم المسلم وتهم المسيحي. نعم. نعم. قومية لأنه هاي الأملاك الأرثوذكسية هي أملاك عربية، وزي ما تفضل أخونا أبو زياد الأرثوذكس أو المسيحيين زمان العرب المسيحيين. نعم. العرب. نعم. نعم. يعني من أساس العروبة المسيحية ظهرت في الشرق وبدأت في الشرق، والعرب والمسيحيين هم عرب أقحاح، وعدد منهم كمان من اللي أجوا من الجزيرة العربية القبائل. نعم. السامية يعني. نعم. 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 احنا يعني أكيد رح نتابع الحديث، بس رجع معنا سيد نعم الفانك على الهواء مباشرة. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. اول شيء يعطيكم الف عافيه، وبدي اهني اول شيء اهني سيد مشير على الصف اللي مختاره، لانكم فعلا فعلا من احسن المحطات اللي عم نشاهدها، وبرامجكم من احسن البرامج. وبدي اصبح على ضيفكم اللي هو الدكتور رؤوف ابو جابر، واصبح على سيد مشير لانه احنا بنفتخر بامثاله، ونفتخر بالدكتور رؤوف اللي هو تاريخنا، هذا تاريخنا تاريخ الأردن. فالمضبوط أنه أنا شفت البرامج الحلوة وشفت الضيوف اللي بتجيبوهم. الحقيقة سيد ميشيل يعني نعجز عن أنه نصفه على الإنجازات الرائعة اللي بيعملها في البلد.
فكير واختياره لهذا الاستاف اللي عنده فعلا شيء برفع الراس. فبصبح عليكم وبهنيكم على هالبرامج الحلوه وبشكر السيد ميشيل على هالاعمال الرائعه جدا واللي تاريخه معروف بكل انجاز سواه. وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. وانا من المعجبين والمتابعين لكل برامج رؤيه. تسلم. شكرا 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 لك سيد نعمة. نشكر مداخلتك وهالكلام الطيب، وان شاء الله يعني تبقى رؤية منكم وإليكم أردنية عربية تقدم الواقع بكل اتزان واعتدال وموضوعية دائما ان شاء الله. صحة دكتور رؤوف، يعني يمكن دائما من الامور اللي بنلاحظها انه لما بدنا نحكي عن الكتب وبدنا نحكي عن التاريخ، هل بتلاحظ يعني قبل فترة قريت معلومة يمكن هي مزعجة جدا بس بقول لك المواطن العربي بيقرأ نص صفحة بالسنة كلها، يعني هاي الظاهرة هي ظاهرة مزعجة، بس كيف ممكن نشجع الشباب حاليا انهم يقروا انهم يطالعوا؟ كيف ممكن نرجع نعزز بالفعل بانه الكتاب هو خير جليس؟ بداية قبل حديثي عن الكتب، نعم، أريد أن أهنئ الأخ أبو فايق، الأخ ميشيل رفق عتيق، أنا بعرفه لما كان طالب في الجامعة وأمانة كان واعد شوية متحمس ولا زال، لكن كان وقتها فعلا يعطي الانطباع بأنه رجل جدي ويريد أن ينجز، والحمد لله والله يديم عليه نعمته أنجز، وأنا فخور بأنه تولى أمر هذه المحطة التلفزيونية التي هي عنوان وفخر لأهل عمان. الله يوفقك ويديم نعمته عليك. الله يخليك. عودا إلى الكتب، أنا بكل أسف أوافقك 100% على أن الجيل الصاعد، مش الجيل الصاعد، حرام نقول الجيل الصاعد، جميع العرب لا يقرؤون. العرب بكل أسف ربما بسبب طبيعة البادية، نعم، وصعوبة الحياة، شظف الحياة، ما يعني في فترات لما كانت تنمو المدن ويصبح هنالك مجتمع حضاري متقدم كنا نلاحظ الرغبة في اقتناء الكتب وفي الترجمة وفي المعرفة وفي التأليف. لكن حاليا هنالك رغبة في التأليف، وأنا فخور بالأردن في المرحلة الأخيرة، يعني عهد جلالة الملك الحسين كان فعلا رائدا، نعم، ومنذ بدأ ولايته في عام 51 حتى رحيله إلى الرفيق الأعلى الأردن تطور كثيرا، نعم، استمر هذا التطور في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، والحمد لله نحن في وضع جيد علميا وثقافيا وفكريا. أعداد الجامعات كبيرة، هنالك شكاوى من المستوى، صحيح، لكن هذا ما بينفي على أنه هال 200-250 ألف طالب جامعي اللي عنا هم ذخيرة، نعم، وهم بداية التقدم الأردني في مدارج العلم والفن والتكنولوجيا والمعرفة بشكلها العام. طبع الكتب في الأردن مهنة صعبة، وأسوأ شيء للإنسان أن يبيع كتابا، ولذلك أنا ما ببيعش كتب، أنا بوزع إهداءات والحمد لله بقدر أوزع. الحمد لله، الله يديم نعمته عليه طبعا ومرتاح، لكن آمل أن يبدأ هنالك لدينا جيل، رغم المواقع والفيسبوك والتويتر رغم كل هذا، آمل أن يبدأ الجيل الصاعد في توخي المعرفة والقراءة. بعض النصوص لا يمكن أن تشاهد على الردوة، بعض النصوص خصوصا الأدب، الأدب الراقي يجب أن تقرأها و تستسيغ كل فقرة في ما تقرأ. هذا شعوري أنا الخاص، لكن
كلمة أخيرة عن هذا الموضوع هو أننا والحمد لله في الأردن نعم يعني بلغنا درجة يوميا في عندك 4-5-10 حالات مناسبات ثقافية فنية فكرية الحمد لله الحمد لله يعني نعم. واحد مثلي بيتعب حتى يتابع 2-3 مرات بيكون في 5 نعم وبدك تحضره بكل مستحيل الحمد لله الحمد لله هذا هو الوضع لكن اعتقادي بأن الجيل الحالي بعد هذه الطفرة سيعود إلى الفكر الصحيح ويبدأ بالقراءة لأن الكتب العديدة متوفرة نعم وهنالك هذه الطفرة في كتابة تراثنا تاريخنا الاجتماعي تاريخنا الاقتصادي تاريخنا العشائري نعم العائلات إلى آخره جميعها هذه الأنساب مفيدة للتطور حلو. الذي حصل حلو عم أبو زياد كوننا عم نحكي على التاريخ وعلى جبنا الآن سيرة العشائر وعندك كثير من الكتب بالعشائر سيد ميشيل أنت بتتذكر مهنة المختار طبعا ولا تزال لا تزال بس يمكن هيك شكلها هلا بطلت مختار باختيار العشيرة واختيار الناس له أيوة. صارت المختار الآن الداخلية بالثمن وبالداخلية وبس في قانون في وزارة الداخلية للمختار أكيد شخصيا يعني في هذا الزمن مع التطور المعرفي أن نضل نتحدث عن المختار عشان يعرف على شخص في أيوة. هذا طبعا بس المختار زمان كان موجود بسبب عدم وجود الوثائق وعدم وجود نعم. الهوية مع الناس أما اليوم حتى قضية الشهود اللي بحطوهم في المحكمة على كل ورقة شهود نعم. طب ما احنا ليش الشاهد طالما الشخص اللي قدامي معاه وثيقة والوثيقة معترف فيها فيش داعي أنا شخصيا يعني قضية المختار هذه